أنا هنا يا أمي، هنا حيث يدفن الأحياء. لا أدري كيف نزلت إلى هنا، لا أدري ما ساقني إلى هذا البؤس. بعد حضن أمي والهنا، صوت الجرافات يلامس أذني، وأنا لا أدري هل سأخرج أم أن قدر الشهداء على تاريخي سيجري. الجميع في الأعلى ينتظرني، وأنا الآخر أنتظر من أجل دمعك أمي. سأقاوم ولو أمضيت أسبوعا أحتضر. عاش معي أبناء وطني ليلتان على البياض، ليلتان لم يكن من ليلهم تضرج السواد. لطالما وثقت من هذا المعدن الذي ما يلبث أن يظهر صغارا كبارا، كل بالرجولة قولا وفعلا يشهر. كلهم يريدون إخراجي من هذا البئر الغائر، وكلهم لسان حالهم ماضون حتى تنفرش وحتى يرفرف من قفصه ذلك الطائر. عذرا أمي، شاءت الأقدار أن تأتيك الفاشعة آخر النهار. كنت أريد أن أراك ككل ليلة في الديار، لكن منادي القدر لم أستطع منه الفرار. تذكرتك أمي بالقاع، فلم يكن من مناي غير رؤيتك في آخر المشوار. صابري يا أمي، فقاع هذا البئر مكتوب، وكما علمتني دوما يا نبع الحنان، ليس لنا من أقدار الله هروب. إن مت هنا أمي فتيقني أنني عند الله حي أرزق. رزق الحياة يوسف وهو بالبئر، وصار عزيزا بعدها. أتذكرين؟ صابر يعقوب حتى بعد العمى، فما كان إلا أن قرت عينه بحبيبه يوسف وارتد بصيرا بعد عقود من السنين. كلنا معاك يا ريان.